هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشاد الملك بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.